وبيلعب بالنار، لكن الكرة تمشي معاه، يلعب الكرة الطولية، مفيش اوف سايد، مفيش اوف سايد، طالع اسلام طارق، مفيش اوف سايد، حلوة، جول جول احمد جمعة. مش ممكن، مش ممكن يا جمعة، النهاردة اجازة وبكرة الجمعة، واحمد جمعة بيسجل هدفين، احمد جمعة الهدف الثاني، الهدف الثاني للنادي المصري. لعبوا على الاوف سايد، لعبوا على الاوف سايد دفاع نادي طنطا، وبيستقبلوا هدفين في ثلاث دقائق. طلع اللي طلعك يا راجل، طلع بدري وما حسبهاش صح اسلام طارق قدام احمد جمعة، سجل هاتريك في كاس مصر وهداف النادي المصري في الدوري. بص الكورة عملت البند والتاني، وهو عارف هو واقف فين، من اي حتة الراجل ده بيسجل. بص وقف، بص للكورة، لمح، لمح اسلام طارق ببطن رجله، وكأنه في التمرين، كأنه في التدريب.